بزاف هايل. انا ما استعملتش لي كيسات الخضر مازال ماهوش تاع عيد، اشكال بزاف هايله، ولا غير على بالكم حتى يغدوكم باش تاكلوهم. البنه ما عندي ما نقول لكم، شوفوا الاشكال بزاف هايله. حنقسم معكم حبه باش تشوفوا كيفاه يجوكم طريين. هاي ديك هاديه نقسموها مع بعض، شوفوا شوفوا ديك العقده كيفاش تجي. واش نقول لكم، هاكم تشوفوا فيه راهو يتفتت. سير تاع الشيكونه ما تزيدوا لها حتى حاجه باش تقعد لكم. ها شوفوا تشوف فيها، هاي تهدر على روحها طريه، كل حاجه تدوب بنين بنين. علي بدانات في واحد البنه، ها هي على بالي بلي شاهدكم. ان شاء الله تسيوه حشو اقتصادي حيعجبكم. البيستاج تقدروا تزيدوه تقدروا ما تزيدوش، تقدروا ديروا الزيكزاك. هذاك البيستاج ما يرفتش بزاف، انا درت غير شويه. هاوليك كيفاش حيجيكم باش تشوفوا، راني نوريلكم باش تشوفوا الطراوه ديالو. سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم بخير. ان شاء الله اليوم كما كنتوا تشوفوا حندير لكم الكاطو الثاني تاع العيد، واحد الشراك ساهل بزاف وبنين. انا خديت ماشي نص المقادير، زدت درت 75 غرام تاع زبده. تحبوا نتوما ضعفوا ضعفوا، 75 غرام تاع زبده. خديت مغرف كبيره تاع سكر كلاصي، هي السكر الناعم، وتحقوا صفار تاع بيضه هكا، وتحقوا نصف علبه تاع دانات هذا، ونص مغرف تاع كاكاو دوك نجيبها، ونسحقوا 125 غرام تاع فرينه تكون من نوعيه مليحه. وبالنسبه للحشو هنا خديت نوات كوكو، و اللي هو جوز الهند، خديت جوز الهند وخديت معاه شويه حلوه الترك. دوكا واش راكم حديروا؟ اذا نتوما حبيتوا تضاعفوا الكميه حديروا 125 غرام تاع زبده، حديروا زوج ملاعق تاع سكر ناعم، زوج صفار، والحشو تضاعفوه وديروا لابوات. ديروا هذيك المورة تاع السكر تكونوا غربلتوها، على خاطر مازال شويه الوقت على الكاطو يبس. دوكا لو كان ديروا كميه كبيره، انا باش نوريكم نتوما تحبوا زيدوا زيدوا. دوك هكا نجيب صفار تاع البيضه، البياض نخلوه للحشو والصفار نستعملوه هنايا غير بالمغرف هكا. والزبده لازم تكون من نوعيه مليحه، نحوها. في هذه المرحله تقدروا تستغناو على لافانيل خاطر كاين دانات وكاين الكاكاو. هكذا راني حنزيد نص مغرف تاع الكاكاو، خلطه مليح. شوفوا الزبده تاعي كي تكون طريه، انا خدمت فلوريال بصح ماشي هذيك الصفراء اللي راهي كاينه جديده مليحه هايله. دوك نوريكم العلبه تاعها باش تشوفوها. هاي ليك اللي استعملتها انا لخاطر لابال مانيش نستعملها ولا تجي ماشي مليحه، هذه هايله. هاي ليك دوك واش ديروا؟ دوك راح نديروا نص تاع باطه تاع دانات هكذا. شوفوا الخليط تاعكم كيف حيولي كريمي، هاوليك ما فيهاش الخميره. وشنو انا واش راني حندير؟ حندير رش شعبك، هو ما فيهش لا ليفور بصح انا حندير على راس المغرب. دوك نوري لكم واش راني حندير. حندير شويه برك هكا برك. المغرف تاع القهوه حديروا النص تاعها الا درتوا المقادير كيما انا، خطر علاه عدلت انا شويه في الوصفه. كيما تكونش كاينه لا ليفور حتجي الكاطو تاعكم شويه يابس. هنا عندنا 125 غرام تاع فرينه، تبداو بالعقل تلموا في العجينه ديالكم، ما تعجنوش غير هكذا بيديكم. هاوليك الكاطو ديالنا قلت لكم يرفد 125 غرام فرينه، تشوفوا الريحه اللي راهي فيه صدقوني ما عندي ما نقول لكم. بالنسبه للزبده انايا تشوفوا لي غوسه تاعي كنت نخدم بلابال بصح مؤخرا ماهمش كي يديروها مليحه ما نكذبوش. صافي نحب ننصحكم، خدمتوا هذيك فلوريال بزاف هايله وخلوها برا كي تشروها باش تكون غامولي تبداو تخدموا بها. هنا هذه الكميه حتخرج لكم 12 حبه، هاي ديك وزنتهم على 30 غرام. دوكا نروحو للحشو، هاي حلوة الترك وهاوليك جوز الهند، وأنا حنلموها بهداك بياض البيض اللي بقالنا. هاد الحشو بزاف هايل واقتصادي مليح تاني. هاد الوصفة ماشي ديالي باش نقولكم، وشنو درت فيها تعديلات مكانتش هكا، سقمتها شوية وعجبتني وخديتها ودرتها لكم. دوك نلم هاد الحشو ونعاود نولي ليكم.
بالنسبه للحشو ديروه شويه هكا جاري باش يبقى لكم طري. دوك واش ديروا؟ تقدروا ثاني اللي حاب يدير كاوكاو يقدر يدير، باش ما يخلطوا مع الكاوكاو ثاني الجوز الهند بزاف هايل. دوك تحلوا هكا مليح العجينه ديالكم، تحطوا كميه من الحشو، تغرقوا مليح، تغرقوا مليح العجينة. هكذا حديرو باش يجيكم من بوانتي ومن بومبي. هاي ليك الحبة. والحاجة اللي فيه ما يشد لكمش الوقت، قلت لكم وبنين ريحتو، شوفوا واحد الريحة راهي في العجينة تجيكم بزاف هايلة على بيها. تقدر اليوم هو الريح، ان شاء الله تكونوا تسمعوا مليح. الغلقة توجور سناو غلقتهاش مليح، الغلقة واش ديروهم؟ ديروهم من تحت ودوروا الحبة ديالكم هكا. عندك هاي العجينة، شوفوا شحال شابة. دوك انا واش ندير؟ نروح نكملهم كامل ونديرهم في السليمة ونوريهم لكم. دوك واش راني حندير؟ نروح ندخلهم للفرن نخلوهم يطيبوا، اونم طون باش نوجدو ونخلوهم يبردوا مليح باش نوجدو باش نكلاصيوهم ان شاء الله. دوك نوري لكم كيفاش حنزينوهم. شعلوا لهم من التحت وبالك وتغفلوا عليهم لخطر فيهم الكاكاو، قلبوهم تشوفوهم نشفو خرجوهم، خطر فيهم غير الزبده وفيهم صفار تاع بيضه. ان شاء الله يعجبكم ومن بعد نتلاقاو في الديكوراسيون. دونك شوفوا ها ديك الكاطو ديالنا، ها ديك بعد ما شوفوا بعد ما طيبوه، ها ديك شوفوا صح يجيكم اللون، تخلوه لون ذهبي او ميم طون هنايا يبقى لكم طري. الشيكولا، بالنسبه للشيكولا انا شوفوا واش نستعمل شوكولا، استعملت انا هذه وجدان البيضه وجدان بالحليب. شوفوا شحال يدير، راه يدير 17 نفخ خليتها، هذه بالحليب وكاين هذه البيضه وكاين حتى بالبندق. ماشي اشهار ولا خطر، ما عندي حتى ماني مستفاده والو، برك بلي نخدم انا بهذوما بزاف بلا. شوفوا شوفوا القوام تاعها، ذوبتها، تحبوا ديروها على ما سخون ولا تحبوا انا نطلع على النار ونبدا ندوب، تقدروا في الفيديو تشوفوا، نخلي لكم تاع طريقه التدويب كيف ندوب، ما ضفت لها حتى حاجه، حنخليها هكذا. ها هي بالنسبه للبيضه ثاني، هاي ديك الخطر حنسحق غير شويه، حنسحقها للتزيين. شوفوا شحال شابه وريحتها بزاف هايله. دوك شنو واحد ديروا؟ حتجيبوا فرشيطه هكا تحطوا فوقها الحبه تاع الكاطو ديالكم وتبداو تكلاصيو هكذا هكا، وحطوا قدامكم بابي كويسون. على بابي كويسون حيخليكم تريكوبيريو بعد الشوكولا ديالكم. اكلاصيو مليح الحبه هكذا، هاي تبان لكم ان شاء الله مليح. شوفوا شحال هي شابه، هذه طاحت معليش، نحطها هكا، زيدوا كلاصيوها مليح، خليوها تقطر مليح مليح. ايش اوه عولت، ها هي زيدوا هنا في الطرف، ها هي كيفاش حدي هكذا هكذا حتى تكملوا الكاطو ديالكم تم تم، ما حيشد لكم الوقت. انا ما نحبش ندير، نحب في الكسرونه هذيك اللي دوبت فيها نخدم بها. ايا دوكا هكا نروح نكمل انا نكلاصيهم نعاودو نولو. كي تكونوا تكلاصيو كاين حاجه قطروهم مليح، خطر بزاف كاين بالك انا نزرب ولا نكون نعرف حاجه، كاين بزاف اللي ما يعرفوش، قطروهم مليح خلوها تقطر مليح وتروحوا تحطوها. هذا بابي كويسون هو ورق الزبده. الشوكولا كي اشوفوا راهي مازالها سائله ما نشفتليش. المهم نزيد انا نكمل ودوك نوريكم واحد الطريقه قبل ما تقدروا بهذيك الشوكولا البيضاء، حطوا نقاط هكا متباعدين ماذا بيكم. الشوكولا خلوها تبرد شويه باش تقدروا تستعملوها، وبعد تجيبوا انايا وشنو شوفوا الكيردون ديالي نسيت باش نشري الكيردون، ديروا بهاكا داك تاع شوفوا كيف حتجيكم. ها هي اسناو نوريكم مليح، حنعاود لكم وحده اخرى، حطوا نقاطي بعاد هكا. قلت لكم توجور انايا كاطويا ما يجيش كيما كاطو واحد اخرين، جيبوا الكيردون. انا الكيردون ما عنديش نسيتو الدقيقه الاخرى، وتعرفوا بلي دوك عاد خمسه يغرقوا. امشوا هكذا، هاي لي كيفاش حتجيكم، شكل رائع جدا، انتوما تبدعوا كيما تحبوا. نروح نحطها انايا، دوك انا مبقاليش نكملهم ومن بعد نوريهم لكم كي ينشفوا. كي
كما كتشوفوا انا من الناس اللي ما نحب زعما نوري لكم الحاجه شابه وحتى نكملها وكاع نوري لكم دوكا ومن بعد نسقمهم. شوفوا هذه شحال عجبتني نورمال، درت الشيكونه نص بيضه ونص بالحليب ديرو، وحطيت انا شويه بيستا شويه هذاك كسرته حطيته بون هادو نورمال اللي حطيت خليتهم نورمال. شوفوا هذا الشكل هايل بزاف حيعجبكم على بالي، وحطيت شويه بيستاج من فوق سينو ما درتش بزاف اشكال. اسنمنا لكم ثاني هذه، شوفوا هذه شحال شابه ثاني. هنا حطيت مقاطع تاع شوكولا وديروهم بالك نتوما يجوكم خير مني، خطا انا ما عنديش الكيردون مي الحمد لله هاني سلكت راسي وجاوني شابين. بون هادو ما انا دوك سييتهم، قلت يا نسيلهم شويه رجيلاتهم درتهم لهم بيوضه هامليك وجاو بدا يدوبوا في الفم. خلو دوك انا كندي براسي ونحي لهم هذاك الزيت تاع الشوكولا وكامل ونوريهم لكم ان شاء الله. كما كتشوفوا انا من الناس اللي ما نحب زعما نوري لكم الحاجه شابه وحتى نكملها وكاع نوري لكم دوكا ومن بعد نسقمهم. شوفوا هذه شحال عجبتني نورمال، درت الشيكونه نص بيضه ونص بالحليب ديرو، وحطيت انا شويه بيستا شويه هذاك كسرته حطيته بون هادو نورمال اللي حطيت خليتهم نورمال. شوفوا هذا الشكل هايل بزاف حيعجبكم على بالي، وحطيت شويه بيستاج من فوق سينو ما درتش بزاف اشكال. اسنمنا لكم ثاني هذه، شوفوا هذه شحال شابه ثاني. هنا حطيت مقاطع تاع شوكولا وديروهم بالك نتوما يجوكم خير مني، خطا انا ما عنديش الكيردون مي الحمد لله هاني سلكت راسي وجاوني شابين. بون هادو ما انا دوك سييتهم، قلت يا نسيلهم شويه رجيلاتهم درتهم لهم بيوضه هامليك وجاو بدا يدوبوا في الفم. خلو دوك انا كندي براسي ونحي لهم هذاك الزيت تاع الشوكولا وكامل ونوريهم لكم ان شاء الله. في الاخير هاو الكاطو ديالنا حيديكم بزاف هايل، انا ما استعملتش لي كيسات الخضر مازال ماهوش تاع عيد، اشكال بزاف هايله ولا غير على بالكم حتى يغدوكم باش تاكلوهم. البنه ما عندي ما نقول لكم، شوفوا الاشكال بزاف هايله. حنقسم معكم حبه باش تشوفوا كيف هيجوكم طريين. هاي ديك هاديه نقسموها مع بعض، شوفوا شوفوا ديك العقده كيفاش تجي، واش نقول لكم هاكو تشوفوا فيه راهو يتفتت. سر تاع الشيكونه ما تزيدوا لها حتى حاجه باش تقعد لكم. ها شوفوا تشوف فيها هاي تهدر على روحها طريه كل حاجه تدوب بنين بنين علي بضانات في واحد البنه ها هي على بالي بلي شهيتكم. ان شاء الله تسيوه حشو اقتصادي حيعجبكم. البيستاج تقدروا تزيدوه تقدروا ما تزيدوش، تقدروا ديروا الزيكزاك هذاك البيستاج ما يرفتش بزاف، انا درت غير شويه هاوليك كيفاش حيجيكم باش تشوفوا، راني نوري لكم باش تشوفوا الطراوه ديالو. ان شاء الله يعجبكم، حنعطيه لاسحاق الصغير ياكلو وان شاء الله نتلاقاو هاك اسحاق. ما عليا غير نقول لكم صحه فطوركم واستناوني ان شاء الله في كاطوات واحد اخرين ان شاء الله جوز لهم كامل بالوحده باش يشوفوهم. انا ما نحبش نحي لهم كامل الشوكولا في هذوما باش ما نفسدهمش هكذا هامليك. على بالي بلي هذه حتعجبكم بزاف، هذه نورمال عاود بلي لهم هذه، هذه كلاصيتها غير نص بيضه ونص كحله ما فيها حتى حاجه. وهذه هايديك وباي باي.